السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد عصام من قناة التوأمان. النهاردة يكون الفيديو محزن جدا، وهو وفاة اللاعب السعودي خالد الزيلعي. توفى اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، وطبعا اللاعب كان تاريخ ميلاده يوم 16 مايو سنة 1987. توفى اليوم اللاعب عن عمر يناهز 35 عام بسبب إصابته بمرض نادر جدا، وهو المرض التصلب الضموري الجانبي. المرض ده لو حد ما يعرفوش، المرض هو بيصيب الجهاز العصبي في المخ والحبل النخاعي. بيسبب ايه؟ بيسبب ان بيخلي الانسان ما بيقدرش يتحكم في عضلات جسمه، زي ما انتوا شايفين في الصور. اللاعب خالد الزيلعي في هذه الفترة من اصابته بهذا المرض كان يعني في صور كمان مش هقدر اعرضها، برضو كان يعني صور محزنة جدا. بعد ما كان لاعب في الملاعب، لاعب قوي جدا، وزي ما انتوا عارفين لاعيبة كرة القدم لياقة وقوة وكل حاجة، في الاخر المرض ده بينهي على الجسم، بيخلي عضلات الجسم يعتبر ما فيش عضلات في الجسم. كان في اخر ايامه على كرسي متحرك، وفي صور يعني انا بوصف لكم الصور عشان مش هقدر اعرضها. اللاعب خالد الزيلعي اتصاب بهذا المرض يوم 26 يونيو سنة 2020، وفي الشهر الماضي شهر اغسطس اتصاب اللاعب او تعرض لجلطة في القلب، واتنقل وقتها للعناية المركزة. وفي هذا الشهر، الشهر الحالي شهر سبتمبر 2022، اللاعب تعرض لغيبوبة بعد ما توقف قلبه 3 مرات. مسيرة اللاعب خالد الزيلعي في الأراضي السعودية، لعب مع المنتخب السعودي ولعب مع فريق النصر، وطبعا نادي النصر نزل نعي للاعب خالد الزيلعي من خلال صفحتهم على تويتر. ولعب خالد الزيلعي مع فرق سعودية عديدة زي الفيصلي والتعاون وأبها وفرق أخرى. بس وده كان فيديو النهاردة، وكان الفيديو يعني معلش الفيديو حزين جدا. طبعا لازم نقدم كل حاجة في الحزن والسعادة والفرح وكل حاجة. الله يرحم اللاعب خالد الزيلعي ويسكنه فسيح جناته، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.